الراديو 90 90، هواها مصري. على الراديو 90 90 لسه بنقول يلا بينا، وبنبدأ حلقتنا مع ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو. نانسي أيمن، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بمسابقة فني مبتكر، وإمام علي، شريك مؤسس في مشروع إيزي أوت ماشين وأحد الفائزين بالمركز الأول في المسابقة. سؤال حلقتنا بنفكركم بيه، قولولنا شايفين ان رائد الاعمال يشتغل افضل لوحده ولا مع فريق عمل؟ ابعتولنا على 199 رسالة او على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك. منورنا يا نانسي ويا ايمان. يا امام منور حضرتك، اهلا بيكم. طيب نانسي، خلينا نبدأ معاكي. يعني احنا تابعنا يعني معاكي في حلقتنا في شهر سبتمبر المسابقة، واتكلمنا عن النسخ اللي فاتت والمراحل التحضيرية للنسخة دي، فكلمينا بقى من وقت ما كنا مع بعض في الحلقة ايه اللي حصل ومراحل المسابقة السنة دي يعني عدت ازاي؟ تمام. هو احنا اخر حاجة كنا اتكلمنا عنها تقريبا الورش الفنية اللي كانت بتتم في المحافظات. بعدها كان في المفروض الكامب اللي هو كان لمدة 4 أيام تقريبا، ده كان في 42 فريق، وده طبعا أكبر كامب بيتعمل لطلاب التعليم الفني على مستوى مصر، يعني ما فيش قبل كده حاجة اتعملت بالعدد ده. كان في برضو ورش مكثفة بقى، وان هم تعلموا ازاي يقدروا فعلا يعملوا برزنتيشن للمشروع بتاعهم ويتكلموا عنه، وكان في لجنة تحكيم بتختار ما بين الفرق احسن فرق انهي، وكان في تدريب طبعا ان هم برضو يتكلموا مع لجنة التحكيم وكل الحاجات دي، استعدادا للمراحل النهائية ان هم يقدروا في حفل الختام بقى يعرضوا مشاريعهم بشكل كويس. وبعد الكامب كان في حفل الختام، ده تم فيه بقى كان فاضل بس 15 فريق من كل المسارات، 5 فرق في كل مسار، فاز منهم 3 في كل مسار. كلمينا على المسارات اكتر يا نانسي. تمام. هو في مسار الصناعي والمسار الفندقي والزراعي ومسار الطاقه واللوجستيات. هو كل مسار يعني الفندقي مثلا هما بيبقى عندهم افكار عن لو هما مثلا يعملوا مشروع مطعم او اكل او حاجه، او حاجه ليها فايده للزراعه، اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده. الصناعي بتكون يعني ماشين او حاجه بتفيد في الصناعه، مكن او انتاج او كده. والطاقه واللوجستيات بتكون حاجه يعني تكنيك اكتر بقى، يعني حاجه ليها علاقه بالطاقه. اكيد. ايوه. وقلت لنا يا نانسي انه كان في المرحلة النهائية 5 مشاريع في كل مسار من الثلاثة. تمام. اوكي. وفاز 3 مشاريع من كل مسار. المشروع الاول خد جايزة ب 25,000، والمشروع الثاني بياخد جايزة ب 15,000، والمشروع الثالث بياخد جايزة ب 10,000. ده غير الاحتضان اللي الاكاديمية بتعمله ان هم يكملوا مشروعهم ويتحول بقى لشركة فعلية، يعني اكاديمية البحث العلمي. كانت المنافسة قوية بين المشروعات كلها؟ يعني كان في حيرة كده، لجنة التحكيم مش عارفة تختار مين الاحسن، مين كلهم يعني بيقدموا افكار جديدة مختلفة، ولا كان الاختيار سهل؟ لا اكيد طبعا الاختيار ما كانش سهل، اكيد كان في منافسة قوية. هم ما شاء الله عليهم، يعني افكارهم كانت كويسة جدا، ولا يعني هم فعلا كان في منافسة يعني. وخلال بقى مراحل العرض يا نانسي، ايه الشروط؟ يعني مثلا العرض بيكون في فترة قد ايه؟ بيعرضوا نموذج اولي للمنتج ولا مجرد بيعرضوا فكرة على الورق؟ يعني كلمينا كده، وقت العرض او البريزنتيشن كان عبارة عن ايه؟ لا هو طبعا الموضوع مش مجرد فكرة اولية، لان احنا معاهم مشوار طويل، هم تعبوا معنا كتير وقطعوا معنا يعني مشوار طويل عشان يوصلوا للمرحلة دي. فهو الموضوع مش مجرد فكرة، هو من البداية تقدمهم للمسابقة كان بيكون مجرد فكرة، انما احنا من بداية ما بقينا معاهم وهم بيتعلموا بقى ازاي يعني يعملوا بقى النماذج الاولية لمشروعهم، والنماذج دي تتطور. يعني في الاول كان مثلا حاجة بسيطة، بعد كده تبدأ تبقى يتزود عليها حاجات ويتضاف عليها حاجات لحد ما توصل انها تكون حاجة تتقدم في النهاية بطريقة عملها بكل حاجة، انها تتحول الى شركة. مش مجرد فكرة مشروع وابتكار، لا احنا عايزين نحولها لشركة، لانه بتعلموا كل حاجة عن ريادة الاعمال. بالضبط. فبيكون نموذج جاهز وكل حاجة فيه مفروض تكون شغالة، ده بيكون في النهاية خالص. نروح لنموذج عملي، نروح لإمام علي الفايز بالمركز الاول في مسار ايه؟ صناعي. المسار الصناعي. احكي لنا بقى، انت اصلا يعني من اول ما كنت في المدرسة وعرفت عن المسابقة وقدمت عليها؟ هي المسابقة جت لنا عن طريق المدرسة. انت في مدرسة ايه الاول؟ انا في مدرسة مينا القمح الصناعية، مش شرقية يعني.
ايوه جت لنا اي حد عنده فكره او اقتراح يقدم فيها. فقعدنا كنا كتير في الشرقيه. كل مشروع بيقدم مثلا يعني بنتصفى في الشرقيه برضو قبل ما نوصل للدور النهائي او نص النهائي، كنا كتير قوي، فكل واحد دخل بفكرته بالمشروع. قعدنا نتصفى طبعا من جلسات الارشاد والتوجيه والابتكار الى سوق العمل. تعلمنا ازاي اللي احنا اللي احنا نبدا المشروع ونخش بيه ما نخافش وبنتكلم عن فكرتنا. اتاهلنا وتصفينا واتاهلنا لاسكندريه قبل النهائي لثلاث مشاريع على مستوى المحافظه. بعد كده قعدنا اسبوع برضو مع الدكاتره وكده ويكلمونا على المشروع، ودخلنا لجنه التحكيم وتصفينا. اتصفيت واحد الاول على المحافظه، وبعد كده تصفينا على مستوى الجمهوريه لخمسه. كنت انا الاول على محافظه الشرقيه، مفيش حد طلع معايا، والحمد لله خدت المركز الاول على مستوى الجمهوريه في المسار الصناعي. طيب انا عرفت ان انتوا لما بتيجوا تقدموا في المسابقه لازم تعملوا فريق عمل، لازم يبقى معاك شريك. عملت ايه علشان تلبي او يعني يبقى عندك الشرط ده متوفر؟ دخلت الفكره بالفكره، فكلموني برضو لازم يبقى معايا شريك، فجبت شريكي احمد حسن اللي هو يبقى مسؤول عن التسويق، اللي هو يجيب لي المنتجات ويبيع المنتجات، وانا مسؤول عن التصنيع، وطبعا ساعدني جدا في التسويق، وكنت بصنع هو يسوق، ماليش دعوه بالحسابات والتسويق. وطبعا اكيد لازم يبقى في فريق عمل اللي احنا يساعدوا بعض وكده. هو احمد زميلك في المدرسه يا امام، ولا هو انت جبته يعني عشان يبقى معاك في الفريق؟ لا، هو موجود معايا في المدرسه في نفس القسم بتاعي، بس عنده مهارات اكتر او خبرات اكتر في التسويق. عنده خبرات في التسويق والمهارات عن التصنيع. حسيت طيب بفرق لما احمد انضم معاك في الفريق، ولا يعني انت في الاول كنت شغال لوحدك على الفكره، حسيت بفرق او اضافه لما احمد بقى موجود معاك؟ اكيد طبعا، حته التسويق وكده شلتها من دماغي خالص. هو المسؤول عن التسويق والبيع مع المهندسين وكده، وانا مسؤول عن التصنيع اللي انا اجيب الخامات واصنع والفكره وكده، اعمل الفكره او النموذج واديه له هو يبدا يبيعه في السوق المصري وكده. طب احنا يا امام عاوزين نعرف اكتر عن مشروعك ونعرف ايزي اوت ماشين بتعمل ايه، ولكن بعد الفاصل احنا عايزين نفكركم مستمع راديو 90 بسؤالنا النهارده: رائد الاعمال يشتغل لوحده ولا يشتغل مع فريق عمل؟ ابعتوا لنا رساله على 919 او اكتبوا لنا على صفحه الراديو 90 على فيسبوك. هنخرج فاصل ونرجع على طول. يلا بينا مع رضوى حسن ورغدة الشيمي، وبنتكلم عن مسابقة فني مبتكر، المسابقة اللي بتنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأكاديمية البحث العلمي، وبتشمل 11 محافظة في مصر بتستهدف مدارس التعليم الفني فيها علشان تكتشف رواد الأعمال الشباب من الطلبة طلبة التعليم الفني تحديدا. ومكملين كلام طبعا مع ضيوفنا إمام علي، شريك مؤسس لمشروع ايزي اوت ماشين اللي فاز بالمركز الاول في مسار الصناعي في المسابقه، وننسي ايمن مسؤوله العلاقات العامه والاعلام في مسابقه فني مبتكر. عايزين نكمل معاك يا امام اللي بداناه، يعني نتكلم عن مشروعك تحديدا. عايزين نعرف ايه ايزي اوت ماشين. ايزي اوت ماشين تاشير الكابلات الكهربائيه، مستودعات تاشير الكابلات الكهربائيه. مستودعات الخردة، وبعض الناس بيحرقوا السلك الكهرباء علشان ياخدوا النحاس اللي جواه، فبالتالي يتم فقد السيرموبلاستيك اللي هو الطبقة اللي عليه، وده كده يعني بيضر البيئة. اكيد طبعا، وجودة النحاس بتقل. فعملنا مكنة ايزي اوت ماشين للتأشير الكابلات اللي انا ادخل فيها السلك، السلك يطلع السيرموبلاستيك في جنب والنحاس في جنب بنفس الجودة بتاعته. باخد السيرموبلاستيك بوديه لمصانع البلاستيك للتصنيع، عادة تدوير في تصنيع الخراطيم وأدوات المنزلية ولعب الأطفال. وكمان النحاس بيبقى نفس الجودة بتاعته، بوديه لورش لف المواتير والمحركات أو محلات الإكسسوارات الفرعونية، ولو قطع صغيرة بوديه للمصانع للتصهير مرة أخرى. يبقى أنا استفدت كده من المنتجين اللي هو السيرموبلاستيك والنحاس، حليت مشكلة وحليت التلوث البيئي اللي هو كان طبعا بيضر الصحة بشكل كبير جدا، وطبعا الشرقيه بتحتل المركز الاول في التلوث. يا خبر، لا احنا مش عايزين تلوث. فهي الشرقيه بس بيعترف هو شرقاوي وجاي يعترف على الراديو. لا، الشرقيه تحتل المركز الاول في التلوث. طيب ليه بتعملوا كده؟ ليه ما هنعمل، ما فيش مكان او فيش حاجه اللي تقشر كده،
فبيقول خلاص انت برافو عليكم يعني. الحمد لله عملنا المكنه اللي هي تقشر السلك وتحل المشكله دي. بس هو اصلا تقشير السلك ده كانت حاجه بتحصل يعني عمليه طبيعيه يعني انه السلك يتقشر، ولا ده حاجه مش صح يعني يا امام؟ لا طبعا هي حاجه صح، بدل ما الفضلات او الاسلاك بتتسيح وبتضر البيئه، فطبعا النحاس بتاعها كيلو غالي جدا، فيقول لك احنا نبيع النحاس اعاده تدوير مره تانية. فعملنا المكنة دي اللي احنا برضو عادة تدوير، مش النحاس بس اللي هو كمان وناخد السيرموبلاستيك الطبقة اللي عليه في التصنيع. جات لك الفكرة ازاي؟ يعني انت لسه بتدرس في المدرسة مظبوط؟ تمام. طب الفكرة دي من الدراسة يعني مركز في دراستك، ولا جات لك ازاي الالهام بتاع الفكرة؟ انا بدرس في الدراسة وبرضو شغال مع ناس قرايبي امامي برا، فكرة برضو دخلاتها وكده، وعندنا جنبنا في بيئة صناعية بشوف المستودعات وكده، في مشاكل طبعا حصلت لان الاطفال الصغيرة والناس بيتعبوا من حساسية على صدرهم من الريحة وكده. اكيد. وبنتكلم معاهم يقولك مفيش حاجة اللي هي تحل لنا المشكلة ديت، فبالتالي احنا هنعمل ايه؟ هناكل عيش منين؟ فطبعا اي مشكلة قدامهم عادي مفيش مكان، فحبيت ان انا اعمل حاجة. طبعا هي ما جاتش معايا كده، انا تعبت فيها جدا، كنت اعملها نظام بدائية اللي انا اعملها بايديا، وكنت بعد كده عملتها كانت كبيره حجمها كبير، لحد بقى ما وصلت الحجم المظبوط بتاعها الصغير، وبشغلها بموتور جيربوكس بسرعه منتظم. خدت منك وقت قد ايه كل التجارب دي يا امام؟ يعني حوالي 6-7 اشهر كده. ياه. هي خدت معايا وقت، لاني طبعا مفيش اللي انا ابص في مكنه تانية او اجيبها من السوشيال ميديا او موجود زيها يعني، ولا انا انقل وانفذ، فطبعا لازم برضو افضل افكر طب دي لو احنا عملنا كده ايه اللي هيتم. فطبعا حصل مشاكل وكده لحد ما الحمد لله مشاكل مشاكل طبعا في التصنيع، الحجم الكبير بتاعها، فطبعا صعب نقول لها او صعب الشغل عليها في البداية اللي هي نظام بدائية وكده، فلحد ما وصلت للحجم بتاعها عملت كذا محاولة يعني. ودي رسالة برضو عشان اي حد بيسمعنا ما يأسش من اول محاولة فشل. بالظبط، لا يأس مع الحياة. صح. لا بجد يعني هي تعبتنا والحمد لله وصلت لها، والحمد لله برضو نسيت بقى المحاولات اللي انا فشلت فيها لحد ما خدت المركز الاول. طبعا نسيت كل التعب ونسيت كل حاجة في اللي انا الحمد لله خدت المركز الاول. طب هل في بقى حد بدأ يجربها يعني الناس اللي شغالة في التصنيع في اصلا استخدام البلاستيك او النحاس؟ بدات كده تخليهم يجربوا المكنه ويشوفوا فعاليتها ايه ولا لسه؟ انا بصراحه كنت عايز اصنعها وابيعها، لقيتها اللي انا هبيعها او الناس كتير هتشتريها مني، فجيت حسبت لو انا قشرت عندي في المكان استفاد ايه اللي هيجيب لي البيزنس اكتر او الفلوس اكتر، فلقيت اللي انا احتفظ بيها لحد ما وانا اخد الاسلاك بتاعتها وكده، وبعد كده اللي انا اعمل براءة الاختراع بتاعتها وبعد كده ابيعها، ما حدش ياخد مني الفكرة، يبقى الفكرة بتاعتي. فطبعا الحمد لله. فانت بتقشر عندك انت الاسلاك؟ بقشر لان الورق بتاع براءة الاختراع خلاص هستلمه هوت، وبعد كده ان شاء الله لما افتح مكان وكده ابدا اصنع وابيع. هايل. لكن دلوقتي اللي محتاج يقشر السلك ممكن يعني يجيلك وانت تعمله ده؟ طبعا، فكتير جدا بيجيلي لاني الغرامات اللي جات لهم بيجيلهم غرامات من التلوث، وغير كده اللي هم بيولعوا بالليل لهم وقت معين اللي هم يولعوا فيه، او كمان بيبقوا خايفين. طبعا ضرر يعني. طب احنا عايزين نقضي بقى على موضوع الحرق ده تماما. اكيد طبعا. يعني بعد اختراعك اللي موجود في الشرقية يعني لازم كلهم يجوا عندك يا امام ولا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نانسي كلمينا اكتر بقى عن المشروعات اللي فازت في المسارات المختلفة، يعني اهم المشروعات دي كانت في مجالات ايه يعني في الصناعة والطاقة والمسار الفندقي؟ لا، هو المشاريع كلها متساوية يعني، كل مسار فيهم كان طلع منه 3 فرق فايزين بشكل متساوي، بياخدوا نفس النسبة المالية، بياخدوا نفس الدعم، بياخدوا كل حاجة، بس طبعا باختلاف بقى المشاريع في كل مسار. يعني في المسار الصناعي كان المركز الأول إيزي أوت ماشين بتاع إمام، وكان المركز الثاني تربوجين من اسكندرية، والمركز الثالث بيعملوا إيه؟ استني انا فاهمين ما فهمناش. اوكي. تربوجين دول هو حاجه بتقلل من استخدام من يعني من حرق البنزين في العربيات. اوكي. يعني اختراع لجهاز مثلا بيتحط في العربيه بيقلل استهلاك البنزين. تمام. وفي ريكوست من بني سويف. وفي من ما اشرحي لنا نفسي انت بخيله ليه معانا مش عايزه تحكي لنا عن مشروعات يعني الفرق هم بيبقوا عارفينها اكتر يعني دينا نبذه كده بشكل عام يعني.
انا مش ملمه بصراحه بتفاصيل المشاريع قوي يعني، بس ففي من الفندقي والزراعي طبقك باسمك، ده المركز الاول. ده كارافون، هو بيلف اسكندريه كلها، لان هي البنت من اسكندريه. هي فكرتها ان هي بتخلي يعني بتعمل اطباق بقيمه غذائيه عاليه، وفي نفس الوقت الـ يعني اللي بيشتري هو اللي بيحدد الطبق بتاعه يكون ايه. تاني مركز كان اسمه لاكي باستا، دول من الغربيه. دول بيعملوا الباستا بس طريقه مختلفه شويه، هي حلوه مش حادقه يعني. دي فكرتهم انهم بيعملوا بطريقه مختلفه، فيعني يبقى عليها باستا جديده بطريقه جديده. دول في المسار الفندقي. وتالت مشروع هو جريمه اكل في السويس، مظبوط كده؟ لا، في المنوفيه. المنوفيه، تمام. جريمه اكل، دول عندهم الاطباق مميزه شويه، حتى اسامي الاطباق كلها زي نفس فكره اسم المشروع كده. او تدخلي للمطعم تحسي انك داخله سجن و... ايوه يعني مشكله مختلف. بس في مسار الطاقه والروسيات، اول مشروع اسمه فليكسي كونتينر، دول بيعملوا حاويات بس مفتوحة السقف والأجناب، بحيث انها تأدي كذا غرض بدل ما الحاويات بتاعت الحفظ الحاجات، يعني الحاويات بتكون مقفولة غالبا او بتأدي غرض واحد، واحد مفتوح او واحد مقفولة كده، فدي بتأدي كذا غرض في نفس الوقت. دول من الإسماعيلية. تاني مشروع كان فريندلي بامب من أسوان. وتالت مشروع فايند ماي باك من البحر الأحمر. دول بيعملوا شنطة هي فيها خلايا الطاقة الشمسية، ان هي بتأدي كذا وظيفة. الشنطة ممكن يتشحن منها، ممكن ليها ابليكيشن على الموبايل، حاجات كتير يعني. شنطة سمارت يعني. طيب والله بس. فكرة حلوة برضو جدا. هي كلها افكار مختلفة، افكار مهمة، محتاجين ان نشجعها اكتر ونعرف عنها اكتر. وطول ما عندنا شباب كده بيعملوا افكار جديدة، فاحنا لازم كلنا نقول يلا بينا. احنا لسه مكملين حلقتنا مع نانسي وامام، بس خلونا نطلع فاصل ونرجع على طول. يلا بينا على الراديو 90-90. لسه موجودين معاكم رغدة ورضوى، وبنتكلم النهاردة عن مسابقة فني مبتكر، المسابقة اللي أقيمت للطلاب وطالبات التعليم الفني في 11 محافظة في مصر، وفاز بيها مجموعة من المشاريع، فازوا بالمراكز الأولى في ثلاث مسارات، هي المسار الصناعي ومسار الطاقة والمسار الفندقي. ضيوفنا اللي منورنا نانسي أيمن، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في المسابقة، وإمام علي، وهو شريك مؤسس في مشروع إيزي أوت ماشين، وفاز بالمركز الأول في المسار الصناعي. سؤال حلقتنا بنقول لكم، يا ترى أفضل إن رائد الأعمال يشتغل لوحده ولا يشتغل مع فريق عمل؟ 91.9 ده رقم الرسائل، وصفحتنا على الفيسبوك هي الراديو 90.90. عندنا يعني الحقيقة الإجابات جميلة مفرحة. محمد عادل بيقول فريق عمل طبعا، ومحمد عمر برضو بيقول فريق عمل. أمنية عادل بتقول على حسب، ممكن يشتغل لوحده، وممكن لو فريق العمل كويسين ومتعاونين فيبقى يعني يشتغل أحسن مع فريق عمل. في محمود كمان بيقول أكيد المشروع مش بينجح إلا مع فريق عمل ومشاركتهم مع بعض. فيعني هايل إن الإجابات الحياة كلها بتقول فريق عمل يا رضوى. صحيح يا رضوى، أنه فعلا ريادة الأعمال لا تنجح إلا بفريق عمل. لما تلاقي مشروع ناجح بتلاقي وراه جيش بيشتغل، بيفكر، بينتج. يعني ما فيش حد بيعرف يشتغل لوحده، زي ما بيقولوا إيد لوحدها ما تسقفش. أكيد أكيد طبعا. طيب وإحنا بنتكلم عن المسابقة ومساراتها، نانسي قالت لنا أنه في المسار الفندقي كان في مشروع اسمه طبقك باسمك، وده المشروع اللي فاز بالمركز الأول في المسار ده. عشان كده إحنا معنا على التليفون تقى محمود، وهي يعني من مؤسسي المشروع، عشان نعرف تفاصيله بقى منها. يا تقى مساء الخير. مساء الفل يا تقى. مبروك طبعا ان انت فزتي بالمركز الاول في المسار الفندقي. الله يبارك حضرتك. احكي لنا بقى تو، انت اصلا عرفتي مسابقه فني مبتكر ازاي؟ انا اسكندريه، حضرتك الفنيه تو. ممكن بس تبقي في مكان فيه شبكه عشان الصوت مش واضح. بقول لحضرتك انا من اسكندريه، المدرسه الفنيه الفندقيه، والمسابقه جت لنا السنه اللي فاتت تقريبا شهر 3، وكان في ناس بتقولنا وكان في محاضرات وكده عن ريادة الأعمال، وكان في أشخاص كتيرة. تقى حاولي فعلا تتحركي علشان نعرف نسمعك بوضوح. بقول لحضرتك احنا عرفنا ان انت من اسكندرية والمسابقة جات لكم في المدرسة، لكن الصوت بيقطع. بقول
معلش انا اسفه جدا. ولا يهمك اتفضلي. في ناس كتيره قدمت في المسابقه دي، واحنا كنا 33 مشروع، اتصفصفوا الاول على 30 وبعد كده 15، ومن ال 15 9. جميل. واحنا كنا 5 مشاريع من محافظات اسكندريه ودمياط والمنوفيه، واحنا طبعا دخلنا المسابقه دي كانت في تصفيات كتيره. التصفيه قبل النهائي احنا كنا 15 مشروع، حولونا ل9. وطبعا على حسب كل قسم، احنا الاول كنا فندقي وطاقه شمسيه وصنايع، وانا كنت كان الفندقي كان 5 مشاريع، طلعنا بينهم 3، وانا الحمد لله طلعت مركز اول. طيب يا تقى، مشروعك عباره عن ايه؟ المشروع بتاعي انا اسمه طبعا باسمك، ميكسات مختلفه، فراخ مع جمبري وفراخ مع خضار ومحطوط عليها مكسرات، لحمه فليتو مع جمبري جامبو. طب ليه اسمه طبقك باسمك؟ عشان الجست هو اللي بيختار المكونات اللي هو عاوزها، ومن خلاله بعمل له الطبق اللي هو عاوزه، بيتسمى بعد 10 مرات من اختياره لهذا الطبق بيتسمى باسمه او باي اسم اخر. يعني مثلا لو انا اخترت نفس الطبق فراخ بالجمبري مثلا وعليها مكسرات بنفس المكونات 10 مرات، فيبقى طبق رضوى. أيوة. مثلا، او طبق رغده، او يعني كده. لا شكرا، انا ما اكلش فراخ مع جمبري. ازاي يا تقى، ازاي فراخ وجمبري في نفس الطبق؟ بصي حضرتك، هو طبعا احنا الفكره جات لي ان المجتمع المصري بيعاني من مشكله الاكل التقليدي زي الفراخ والسمك، مصر اي جديد فيها. ماله، جميل الاكل التقليدي، الله، اكل مصري صميم حلو يا تقى، في ايه؟ بس احنا لازم يكون في تجديد، لان ما فيش حد فكر قبل كده دخل فراخ مع سمك. بالعكس، وانا دخلتها وما كانش في ريحه زفاره فيها خالص، ولا في الفراخ ولا في الجمبري. بالهنا والشفا يا تقى. يعني الميكس طلع حلو يا تقى؟ اكيد طبعا، لو ما كانش حلو ما كنتش طلعت المركز الاول. صحيح، عندك حق، في ريحه زفاره فيها. طب هايل هايل. فالفكرة الجديدة انه لو يعني الشخص اختار الطبق 10 مرات بيتسمى باسم. أيوة. عندك بقى اسماء فعلا أطبع. يعني للاطباق باسماء اشخاص فعلا طلبوها، يعني سميتي الاطباق ايه؟ احكي لنا كده. والله هي لسه الفكرة لسه يعني ما اتعملتش ان شاء الله. مفيش ولا اسم حتى؟ طيب المشروع تمام. بصي حضرتك، هو ايه اطباق، وكانت نسبة التداول عليها في الفندق، كان نسبة التداول عليها 80% في الاسبوع الاول من الاطباق دي. طب هتختاري طبق اسمه تقى؟ ايه؟ هتسمي طبق اسمه تقى على اسمك؟ يعني ما هو مشروعك. ما انا اللي عاملاه، الجست هو اللي يختار الاسم. أيوه. اللي هو عاوزه. يعني ما بتفكريش يعني يبقى عندك طبق باسمك. ماشي يا تقى، انا مارتينا. شكرا يا تقى. شكرا شكرا تقى محمود، مؤسسة مشروع طبقك باسمك. يعني كلها أفكار مختلفة، أفكار جديدة. نانسي، لجنة التحكيم وهي في المراحل النهائية من التحكيم، كانت بتدور على إيه علشان المشروعات دي هي اللي تفوز بالمراكز الأولى؟ افتكرتك يا رضوى هتقولي وهي بتدوق لجنة التحكيم قالت إيه على الأطباق بتاع التقى. لا على فكرة، فعلا أطباقها كانت محبوبة جدا في لجنة التحكيم، وكان يعني الطبق فعلا كان خارج ما فيهوش أي حاجة، فهي فعلا لا كان طعمها لطيف يعني. بالهنا والشفا. هم بيدوروا اكيد على حاجه بقى اللي خلاص هتنفع فعلا، يعني تكون شركه وتحقق نجاح، او اكتر الافكار المميزه الجديده اللي ما حصلتش قبل كده، اللي محسوب فيها كل حاجه صح، ما فيهاش غلطات، اتنفذت بشكل صح، كل الحاجات دي يعني. امام، ايه الصعوبه اللي قابلتكم بقى وانتم في المراحل النهائيه للمسابقه؟ كان قدامه منافسين طبعا كتير، في نفس التدوير برضو في ناس بتعمل مخلفات، والتربوجين دوت برضو كان منافس كبير وكده قدامي، فحاولت ان انا اجيب الحسبه الجدول بتاعي، واجيب النسب التلوث وكده، واجيب اللي انا واجيب جزء من المحروق وجزء من اللي انا عملته. وبالفعل وانا قدامي لجنه التحكيم نزلت، كنت جاب جزء من السلك المحروق والجوده بتاعته طبعا مفقوده، وجبت جزء من السلك اللي انا عملته، ونزلت قدام اللجنه طبعا وريتهم الفرق، وطبعا وريتهم صور الحرق في المصانع، وبعد ما المكنه لما جت خدت المكنه مني وكده اصبح عملي، فطبعا بالتالي لما شاف كده وفي فرق قدامه فطبعا ادوني المركز الاول، وغير كده كمان تصويب الجمهور، يعني الجمهور كان 300 واحد موجودين، كان ليه نسبه في التصويب برضو، صواب لي اللي انا افضل مشروع قدامهم او افضل اختراع،
خدت برضو درع الجمهور وكمان خدت تصويب. يعني الحاجتين. الحاجتين. الجمهور واللجنة. الجمهور واللجنة. في الفترة الجاية بقى يا إمام أنتوا بتفكروا تعملوا إيه أنت وأحمد شريكك في المشروع؟ أكيد طبعا بنفكر اللي إحنا نعمل المكنة ونطورها بالتكنولوجيا اللي إحنا كمان نقدر نبيعها في لمصر قيمة عشان نقدر نقلل من التلوث البيئي، وكمان نقدر نفتح شركة أو مصنع اللي هو في التصنيع، وغير كده اللي إحنا بنقفش على تصنيع المكنة ديت. اكيد طبعا في فكر او في اختراعات كويسه جدا موجوده، نبدا ان احنا نصمم ونصنع ان شاء الله. ان شاء الله. نورتنا بجد النهارده يا امام بجد، والف مبروك مره تانية على حصولك على المركز الاول في المسار الصناعي في مسابقه فني مبتكر، وطبعا كمان نانسي ايمن مسؤوله العلاقات العامه والاعلام في مسابقه فني مبتكر، شكرا على كل المعلومات اللي قلتها لنا النهارده. شكرا يا نانسي نورتينا، وشكرا يا إمام. ودي كانت حلقتنا النهاردة، اللي دايما بنبقى عايزين نقول إنه التعليم الفني فعلا حاجة مهمة جدا، وقد إيه شباب مصر عندهم أفكار مختلفة وتجارب مختلفة وقصص نجاح، وقد إيه هم هيبقوا يعني رواد أعمال إن شاء الله ناجحين جدا جدا. والمهم إنه رواد الأعمال يشتغلوا مع بعض كفرق عمل، لأن ده أساس النجاح يا رغدة. أكيد يا رضوى، أشوفك الأسبوع الجاي وحلقة جديدة، ويلا بينا يلا بينا دايما.